عليكم أبطال أمير بروز، رجعت لكم فيديو جديد وتحدي جديد. مثل ما طلبتوا من عندي بالتعليقات، سوي تحدي طعام الجيش الألماني. واليوم طبعا جبت هاي الوجبة التابعة للجيش الألماني. مثل ما جاي تشوفون هاي القائمة، واحد حلال، هنا مكتوب حلال. خلوني أسوي انبوكسينج وأدخل بهذا التحدي وأجرب، وخلونا نشوف شنو ياكل الجندي الألماني. وراح أفتح. أوه، فرغ الغراب كلها. أوه، مكتوب حلال لأن أكو هواية طبعا جنود بالجيش الألماني ما يأكلون إلا حلال. هواية شغلات بيها طبعا. جاي أشوف أكو كتابات باللغة العربية، مثل هنا مثلا مناديل رطبة. حسب ما أعرف يعني إنه هاي الوجبات يصدروها للجيوش العربية، تستورد من ألمانيا طعام للجيوش مالتها. خلوني أبدي أفرز الغراض. طبعا هنا عندنا زالتسكا كيكسة، يعني بسكت مالح أو سالتي بسكتس. ناهم عندنا زوزة كيكسة، يعني بسكت حالي. هنا بعد همين بسكت مالح وبسكت مالح همين وبسكت حالي. مناديل رطبة، هذا طبعا سمك التونة، تون فيش. هنا أنا كلينس باكيت فيزش كونفيتورة، يعني مربة الخوخ. وبعد وحدة مربة الخوخ. هاي فواكه مشكلة، يعني كوكتيل فواكه. هنا أنا شنو عندنا؟ سردين، هاي سردين علبة. هنا أنا طبعا فروت شوكولاتة. بعد شنو؟ هاي الشياسة. طبعا هاي الوجبات الرئيسية. هاي هلا 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 هلا. لام، هذا لحم غنم، يعني لام بالانجليزية، لام بالالماني. الحلو بالوجبة الالمانية، طعم الجيش الالماني بلغة انجليزية وبلغة المانية، وبعض المنتجات بعض الشغلات بها لغة عربية. فهذا دليل على انه هاي الوجبات تصدر لغير دول. هاي هنا مثل ما جاي تشوفون همين مكتوب حلال. هذا هسه قلنا وجبة رئيسية لام. وهنا أنا بولونيزي نودلن، هذا يعني باستا بولونيزي، يعني نودلز هذا بالبولونيزي، صلصة البولونيزي الشهيرة. خلونا نفرض. هنا هذا شو عندنا؟ الستوني شق ترينك، يعني مت ستخونن قشماك مع نكهة الليمون. ستوني شكت خنك طبعا، يعني ايسيتونيك درينك بالانجليزية، وبالعربي يعني هذا شراب مزيل للتوتر ومريح للأعصاب بنكهة الليمون. شيء يعني كلش ممتاز. تعرفون يعني مثلا الجندي يتعرض لضغوط نفسية مثلا، أو مثلا توتر، فهاي المشروبات للريلاكس يعني تخليهم مرتاحين. اوكي هذا الثاني، وهنا أنا بعد واحد ثالث. أربعة مشروبات مريحة. كاوغوميز، كاوغومي يعني علج باللغة الألمانية، تشوينج جام بالإنجليزية. هنا أنا علج. نفتح هذا الباكيت، هذا الرقم ما أدري شنو يعني. هاي حبوب طبعا، يعني حبوب فيتامينات. نفتح هنا هذا التشيز، شوف شنو بيه. بالله بيه هواي شغلات. هم رقم. اوكي نفرز. تي شاي، تي تي كافي فايسا، يعني مبيض القهوة بالانجليزية، ميلك درينك، ميكس فور ميلك درينك. فتشي حلو. هنا همين ميلك درينك كافي فايسا. هاي كوفي، كافي بالألمانية قهوة. سالت بالإنجليزية، زالت بالألمانية ملح، يعني هذا ملح. سكر بالألمانية شوغر بالإنجليزية، وبالعربية يعني سكر شكر. هذا همين شوغر زالت. العشاق الأكلات العسكرية، وجبة طعام
الجندي النرويجي. هاي راح ادزها الواحد من المشتركين، بس سووا لي مشاركات على الواتساب الخمسه من اصدقائكم حتى تدخلون بالقرعه. ها هي، خل اروح احميهن واجيكم بسرعه. طبعا رجعت لكم ابطال امين بروز، حميتهن وجيت. وهاي الصينيه العسكريه، وهسه راح ابدي اضيف هاي الشغلات. راح افتحها. انا عندي معداتي مال اكل العسكريات، الله فرغه هنا حتى استمتع بهاي الوجبه. خلص اكل حار، وهذا اللحم، اللام، لحم الغنم. لحم ويا لبلبي، فتشي رهيب يعني. هم راح افرغه هنا. كمية كبيرة. افتح هذا السردين او التونة. حار القوطية، حميتهن بماي حار. ضغط من التحمية، ظلت تطلع صوت هيسينج، فد شي رهيب. هاي التونة طبعا. اوبا، ما اريد ابذر اي شيء من هاي الوجبة، احاول اوشي القواطي بالكامل لان هي الوجبة يا دوب تكفي. ريحة التونة رهيبة طبعا. وهنا شنو عدي؟ عدي هنا سردين مكتوب عليه. اوبا، نفتحها. ممتاز، سردين على طريقة التونة. راح اخبطهن سوا لو لا؟ خلنا نخبطهن. حلو، وهذا سمك وهذا سمك نفس الشيء، بس نوعين يعني. هي النكهة تظل وحدة، نكهة البحر، نكهة المحيط الأطلسي. ايش عندي هنا؟ عندي هاي الفواكه، فواكه، فيتامينات. حط لنا ثلجايتين او ثلاثة، يعني الجو بدا يحتر هالايام. اجهز مشروباتي. خوطة، هنا كلاص مال شاي، هذا الشكر. افتح الشاي، احطه هنا أنا بالانتظار. هذا الشاي، بعدين هذا ويا الحلويات يلعب دور. وهنا القهوة، خل اجهز القهوة. هاي القهوة الألمانية، طبعا الألمان يمكن يعني يعشقون القهوة عشق، مو شلون ما كان يعني. تطلع برا مرات الصبح ريحة المدينة متروسة قهوة، يعني القهوة عامة أرجاء المدينة، وخصوصا بالعطل والمناسبات الكل يسوي قهوة الصبح. وهذا ميلكي درينك، يعني مبيض القهوة مثل الحليب يعني، هو هذا بديل الحليب يصير يجيبونه لهم. طبعا اللي ما يحب يشوف ريفيو يقدر يقدم الفيديو، يدخل قبل بالأكل، بس أنا يطلبون من عندي أسوي ريفيو، لان انا هواي تحديات مثل اسويها بدون ريفيو. فتشي رهيب يا ابطال هاي القهوة. بسم الله. وهاي اول لقمة، يلا يا ابطال تفضلوا.
عافيه. فتشي رهيب. لحم غنم ويا هاي المعكرونة واللبلبي والجزر، فتشي أشبه بالخيال صراحة. أستخدم الكلينس العسكري. هواي طبعا كتبوا لي يسوي تحدي أكل الجيوش العربية، الوجبات العسكرية العربية شوي صعبة واحد يحصل عليها، يعني فد شي نادر. وأنا إن شاء الله تواصلت ويا ناس مختصين وراح يزودوني بكم وجبة عربية حتى إن شاء الله أسوي لكم الجيوش العربية. وكتبوا لي بالتعليقات يا جيش تريدوني أسوي لكم الأكل مالته. فالشي صراحة رهيب. ليمون طعمه. خل أجرب الملح العسكري لأن وجبتهم شوية يحتاج لها ملح. رش هنا شوي، ورش على التونة كافي. جرب هاي المعكرونة باللحم وصلصة البولونيزي. يلا يا أبطال تفضلوا، معكرونة عسكرية ألمانية من أروع ما يكون. وينهم عشاق الوجبات العسكرية؟ فتشي راقي صراحة. باللحم لحم البقر، وهذا بلحم الغنم مثل ما جاي تشوفون. هاي اللحمة لكم يا ابطال امير براز. يلا تفضلوا افتح حلقك يا بطل، افتحي حلقك يا بطلة. عافية. من وجهة نظري الأكل الألماني هذا طبعا أحلى من الأمريكي اللي سويته وأحلى من الروسي. ما أدري يا أخي، تحس بنكهة حلوة. تحسه فريش جديد. هذا طبعا الأكل الألماني مال الجيش جديد، هذا يعني بسنة 2018 دخل للخدمة. هذا الأكل كان عندهم إصدارات قديمة فهم يجددون بين فترة وفترة. يضيفون عليه شغلات مثلا you
نجي هاي الخلطة مال السمك التونة. واو صراحة الطعم من أروع ما يكون، مو مجاملة بس الطعم رهيب. يلا يا أبطال تفضلوا. انتهت. خلي اجرب هاي الفواكه. خوخ وبطيخ واناناس. فتشي رهيب. انتهت الوجبة الرئيسية، وهسه نجي على النمنمات. هاي السوالف الحلويات، البسكيت نجربه. هاي الشوكولاتة. ريحتها نفتح المربى. هواي توصل لرسائل مين نقدر نجيب هاي الوجبات. هاي الوجبات كلها تلقوها عند هذا الموقع اللي هو MRE Mountain، وانا دائما اخلي الرابط مالهم بصندوق الوصف بالدسكريبشن. عندهم وجبات جيوش مختلفة وصراحة خدمات من أروع ما يكون عند هذا الموقع. نفتح البسكت. هذا البسكت الحالي، فخلي عليه مربى، مربى الخوخ. أخي مربى الخوخ، خلي عليه مربى بهاي الطريقة. أوه خليتها كلها على كل حال. طبعا على البساكت والهاي قلت لكم تاخذ من عندي وقت، فأسوي عليها ريفيو سريع. يلا يا أبطال تفضلوا. هاي البسكتة وعليها مربى. هذا الشاي صار جاهز. شاي حلو مهيل صراحة، بيهيل.
هسه نفتح البسكت المالح، اريد اختصر الوقت انا شوي، اخذني الوقت. هذا البسكت المالح، الله بدون مربى. بسكت مالح. وهاي مثل قمر الدين. اوه هاي تمر. مرسوم عليها تمر. انا طبعا اول شيء قريت فروت، قريت فواكه، بس هي تمر. واو. واخر شيء مناديل مرطبة يمسح بيها الجندي. هاي المناديل كلينس مرطف. بعطر قوي. اخر شيء الكاوغوميز العلوشه، علش كاوغوميز بالالمانيه يعني تشوين جام، بالانجليزيه تشوين جام كاوغومي. تعلموا وياي مفردات المانيه. ومثل ما شفتوا يا ابطال امير ابراز، سويت ريفيو وجربت اكل طعام الجيش الالماني. بنهايه هذا الفيديو اشكركم على المشاهده، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه اللي ما مشتركين بعدهم، ولا تنسون المسابقه مسوي لكم سحب على وجبه طعام غداء الجندي النرويجي تابع للجيش النرويجي. سووا لي مشاركات على الواتساب وكتبوا لي بالتعليقات شنو الجيوش اللي تردوني اسوي لكم عليها ريفيو ضمن سلسله تحدي اكلات وجبات طعام الجيوش. ألتقيكم بالفيديو الجاي وبالتحدي الجاي. مع السلامة.